عاجل أردوغان يوجه رسالة مؤثرة إلى الشعب المصري، وتحرك أمريكي سريع للسودان بسبب سد النهضة. ننشر لحضراتكم التفاصيل. وعاجل العالم يفضح أبي أحمد، وجريمة كارثية هزت مصر. ننشر لكم التفاصيل في الفيديو. ومصر تتحرك وتحذر، سنعاقب المتنمرين. وننشر لحضراتكم رسميا موعد عيد الفطر المبارك في مصر. كل عام وأنتم بألف خير، رمضان كريم عليكم. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار. واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا. وعاجل أردوغان يوجه رسالة مؤثرة إلى الشعب المصري. الرئيس أردوغان قال إن تركيا بتسعى لاستعادة الوحدة ذات الجذور التاريخية مع الشعب المصري. ده جه في تصريحات صحفية كانت لأردوغان بعد صلاة الجمعة بأحد مساجد مدينة اسطنبول. وأردوغان تطرق للجهود تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر بحسب ما نشرته وكالة الأناضول التركية للأنباء. وأردوغان أضاف وبيقول إن احنا نسعى لاستعادة الوحدة ذات الجذور التاريخية مع شعب مصر ومواصلتها مجددا. واختتمت مصر وتركيا في القاهرة مباحثات استكشافية تناولت قضايا ثنائية وإقليمية بحسب بيان مشترك. وتعد هذه الاجتماعات أول تواصل رفيع المستوى من نوعه بين البلدين منذ عام 2013، بعدما توترت العلاقات بين مصر وتركيا بعد عزل محمد مرسي التابع لجماعة الإخوان الإرهابية بعد خروج مظاهرات احتجاجا على سوء إدارته لشؤون مصر. كما تأتي المحادثات بعد تصريحات للرئيس التركي ووزير خارجيته مولود شاوش أغلو عن تعاون مصر في مجالات الاستخبارات والدبلوماسية والاقتصاد. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز. طبعا أردوغان يعني زي ما تقولوا بيجر ناعم وبيجيب ورا، وتحية كبيرة للإدارة المصرية على ما فعلته بأردوغان. أردوغان الآن مهزوم، واللي بيدل على انهزامه ان هو جاي وبيجر ناعم مع مصر وبيحاول انه يحسن العلاقات مع مصر. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو، ياريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة. ويلا ندخل على الخبر التالي. ننتقل لخبر آخر معانا. وعاجل العالم يفضح جرائم أبي أحمد. الأمم المتحدة كشفت جرائم جديدة للنظام الإثيوبي بقيادة أبي أحمد ضد المدنيين في إقليم تيجراي. والمتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الوضع الإنساني في إقليم تيجراي الإثيوبي مروع للغاية. وأضاف في تصريحات لقناة العربية أنه يجب أن يتوقف القتال في إقليم تيجراي. وكان منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارك لوكوك قد قال في وقت سابق إنه من دون وقف لإطلاق النار، فإن هذه الأزمة الإنسانية الخطيرة بالفعل ستزداد سوءا. وأشار إلى أن الناس بدأوا يموتون من الجوع في منطقة تيجراي الشمالية التي ضربها الصراع في إثيوبيا، حيث تدهور الوضع الإنساني وما زال العنف الجنسي يستخدم كسلاح حرب. وتابع وقال ليس هناك شك في أن العنف الجنسي يستخدم في هذا الصراع كسلاح في الحرب وكوسيلة لإذلال وترهيب وصدمة شعب بأكمله وكذلك للجيل القادم. طبعا زي ما حضراتكم عارفين جرائم الحرب التي يقوم بها النظام الإثيوبي في تيجراي يعني طبعا شيء مروع ويعني سيء جدا يقوم به أبي أحمد في إقليم تيجراي. هذا الأمر يعني لا أحد يقبله، والعالم كله واقف ضد أبي أحمد في هذه القضية. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر معانا. وتحرك أمريكي سريع للسودان بسبب سد النهضة. ووصل المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي إلى السودان ضمن جولة إقليمية يقوم بها في محاولة لتحريك المياه الراكدة حول ملف سد النهضة. وكالة الأنباء السودانية الرسمية قالت بأن فيلتمان وصل للخرطوم صباح
أمس الجمعة بزيارة ستكون ليومين، ومن المفترض أن يجري هناك مفاوضات مع كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك ووزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي ووزير الري والموارد المائية ياسر عباس. الوكالة أكدت أن هذه المفاوضات ستتناول قضية سد النهضة والتوترات الحدودية بين السودان وإثيوبيا. وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن جولة المبعوث الخاص الحالية التي تشمل أيضا كل من مصر وإريتريا وإثيوبيا تؤكد التزام أمريكا بقيادة جهد دبلوماسي مستمر لتسوية الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية المترابطة في القرن الإفريقي. وكان فولتمان قد زار في وقت سابق من الأسبوع الحالي مصر وإريتريا وأجرى مفاوضات مع كبار المسؤولين في هاتين الدولتين على رأسه من رئيس عبد الفتاح السيسي وأسياس أفورقي. ويأتي ذلك على خلفية زيادة التوترات حول سد النهضة بعد إعلان إثيوبيا عن نيتها إطلاق المرحلة الثانية من عملية ملئه الصيف الماضي رغم احتجاجات من قبل مصر والسودان. المصدر معانا كان من صحيفة سونا وسوشيتد بريس. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وهل أنتم شايفين أن أمريكا أو القيادة الأمريكية قادرة على أنها تحل هذا الملف الشائك والصعب جدا، ملف سد النهضة اللي أثيوبيا يعني بتقوم بتصريحات وتؤكد دائما انها هتقوم بعملية الملء الثاني لسد النهضة في الموعد المقرر له من حسب رؤية الجانب الاثيوبي. احب افكر حضراتكم ان اثيوبيا كانت على طاولة المفاوضات في واشنطن وجت في اللحظات الاخيرة ويعني تراجعت او انسحبت، وهذا يدل على عدم وجود الارادة السياسية في إثيوبيا. أترك لحضراتكم التعليق وهقرأ تعليقات حضراتكم. ننتقل لخبر آخر، وجريمة كارثية هزت مصر وشهدت قرية الغرق التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم المصرية واقعة مأساوية، حيث أقدم زوج على ذبح زوجته وأبنائه الستة ثم حاول الانتحار داخل فرن العيش. وروى أحد أهالي قرية الغرق في تصريح خاص للقاهرة 24 أسباب الواقعة وتفاصيلها، حيث أكد أن زوجا يدعى عماد من قرية معجون التابعة لمركز إطسا صاحب فرن عيش ويسكن بقرية الغرق قام بذبح زوجته وأبنائه صباح اليوم لخلافات أسرية بينهم تحت تأثير الأستروكس. وأضاف أنه بعد ذبحه لأبنائه وزوجته فر مسرعا إلى فرن العيش وحاول إشعال النيران بالفرن محاولا الانتحار داخله، وقاموا بإنقاذه من الانتحار، ومن هنا علم الأهالي بالحادث وأسبابه وقاموا بتسليمه لقسم شرطة إطسا لتولي الأجهزة الأمنية التحقيق في ذلك. المصدر معانا كان من القاهرة 24 طبعا، يعني هذه واقعة كارثية. ننتقل لخبر آخر مهم جدا معانا من مصر من النيابة العامة. النيابة العامة المصرية أكدت تصديها بحزم لوقائع التنمر وتعهدت بالتصدي لمرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة الجنائية. النيابة العامة المصرية أعلنت أنها أمرت بحبس 4 متهمين لمدة 4 أيام احتياطيا لاتهامهم باحتجاز طفلين سودانيين الجنسية وتعذيبهما بدنيا والتنمر عليهما بالمخالفة لأحكام القانون. النيابة العامة المصرية شددت على حرصها الدائم على صون المجتمع بكافة طوائفه مصريين أو غيرهم من مثل تلك الجرائم وتقديم المتورطين للمحاكمة الجنائية. المصدر معانا كان من الشروق، وطبعا يعني تحرك جميل جدا من مصر لردع التنمر والمتنمرين، لأن يعني السودانيين أشقائنا وحبايبنا، ما ينفعش إن احنا نتنمر أو نتريق على أخواتنا أو يعني نوجه لهم التعذيب البدني والنفسي. هذا الأمر يعني مش من أخلاقنا كمصريين، فأتمنى إن احنا نحترم شعوب الجوار وأي حد عموما تحترمه، لأن ده أخوك مهما كان جنسه أو لونه أو حتى ديانته. ننتقل لخبر آخر معانا، وننشر لحضراتكم رسميا موعد عيد الفطر المبارك في مصر. معهد البحوث الفلكية في مصر أعلن أن هلال شهر شوال
سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 11 من مايو 2021. المعهد أفاد بأن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ما عدا داكار بالسنغال ونواكشوط بموريتانيا ومراكش وفاس بالمغرب. وأضاف أن القمر يغرب قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في كل من مكة المكرمة والقاهرة ب 12 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدة تتراوح بين 11 و14 دقيقة. وأشار إلى أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية يغرب القمر قبل غروب الشمس بمدة تتراوح بين 3 و17 دقيقة، وتابع بذلك يكون يوم الأربعاء 12 مايو 2021 هو المتمم لشهر رمضان 1442 هجريا، وتكون بداية شهر شوال 1442 هجريا فلكيا يوم الخميس 13 مايو 2021 عيد الفطر المبارك. المصدر معانا كان من وسائل إعلام مصرية، وكل عام وأنتم بألف خير يا شعب مصر العظيم. ننتقل لخبر آخر معانا، ورد ناري مصري ضد اقتحام قوات الكيان الصهيوني للمسجد الأقصى. وزارة الخارجية المصرية أعربت عن بالغ إدانتها واستنكارها لاقتحام قوات الكيان الصهيوني للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المقدسين والمصلين. والخارجية المصرية أكدت ضرورة تحمل سلطات الكيان الصهيوني مسؤوليتها وفقا لقواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المعظم أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغير من الوضع التاريخي والقانوني القائم. المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية شدد على الرفض الكامل لأي ممارسات غير قانونية تستهدف النيل من الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني، وذلك فيما يتعلق باستمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع قائم منها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وتقويض لفرص التوصل إلى حل الدولتين وتهديد لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة. ودان المساعي الحالية لتهجير العائلات الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، والتي تمثل انتهاكا لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني واستمرارا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين. المصدر معانا كان من صحيفة وفا، وإن شاء الله إن شاء الله في يوم من الأيام قدس هترجع لينا بإذن الله، وهيجي يوم على الكيان الصهيوني وينتهي. جينا لنهاية نشرة الأخبار، كان معكم العبد الله الفقير إسلام الأمير من قناتكم على اليوتيوب مصر ميديا آي إي بي، نفس الاسم على الفيسبوك إسلام الأمير مصر ميديا آي إي بي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.